بحلقة هالأسبوع من ماذا نيوز، قضايا جديدة متداولة منستعرضها معكم، تابعوا معي. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يلي صادف الأسبوع الماضي لقى تفاعل واسع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ومازال حتى اليوم، خصوصا مع إطلاق الجمعيات المعنية حملات تضامن مع الناجيات ويلي تمثلت تحت شعار لا عرض ولا عار. هناك 6 من أصل 10 نساء تعرضوا لاعتداءات جنسية وبيمتنعوا عن التبليغ لأسباب متعلقة بصون الشرف، وبالقانون ما في عقوبة بحجم الجريمة، لهيك صار الوقت لاعتبار الاعتداء الجنسي جريمة. بالمونديال انتشرت فيديوهات لإعلامي إسرائيلي عم بيقوم بالمقابلات، وأول شيء كان عم بيعرف بحاله بأنه من إسرائيل. هيدي الفيديوهات انتشرت بشكل كثيف على السوشيال ميديا، وخصوصا بتضامن الناس مع القضية الفلسطينية والرفض بالتعاطي مع هيدا الإعلامي أو أي إسرائيلي غيره، إذ عبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انزعاجها بسبب تفاعل الجمهور العربي السلبي مع المراسلين الإسرائيليين، كما وكان هناك أشخاص آخرين عرب وغير عرب متضامنين مع القضية الفلسطينية بلبس الكوفية لأظهار الدعم. شو ممكن يكون هدف تواجد التغطية الإسرائيلية بقطر وخصوصا الإصرار على تعريف نفسها للجمهور؟ بناخد تعليق ضيفة على هذا الموضوع. من خلال متابعتنا لمونديال قطر تبين وجود صحافي إسرائيلي وإعلام إسرائيلي موجود، ولكن ليس فقط بقصد تغطية المونديال، لكن لاحظنا بشكل مباشر وواضح جدا أنه كان هناك هدف أساسي خلف هذا الموضوع، وهو إظهار علامات التطبيع بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وبين الشعوب العربية. بمعنى أنه في السنوات خلال السنتين الماضيتين كان هناك علاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وبين بعض الدول العربية عبر اتفاقات تطبيع. كان هدف الإعلام الإسرائيلي ومن خلفه طبعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تظهر ثمار هذا التطبيع في مونديال قطر عبر الصحافة الإسرائيلية التي كانت تحتك بالمشجعين العرب. وكان من الملاحظ أن الصحفي الإسرائيلي كان يبدأ بالسؤال عندما يقول أنا من إسرائيل، ثم بعد ذلك يبدأ بالأسئلة. الذي حصل ربما كان مفاجئا للبعض، ولكن ربما كفلسطينيين نحن اعتدنا على هذا الأمر. كنا دائما نقول أن الأنظمة الرسمية تتعامل مع الاحتلال بشيء والشعوب العربية نبضها مع فلسطين. لاحظنا الإعراب الكبير عن التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي والصحافة العبرية، لاحظنا الإعلام الفلسطينية في مواجهة الإعلام العبري، لاحظنا أيضا النفور الذي جرى من هذا الإعلام رغم كل المحاولات التي قام بها الإعلام العبري والصحفيين الإسرائيليين. نعم، شكرا لك. عادة منشوف مشاهد الثلوج مسكرة طرقات أو حتى متراكمة على أبواب بيوت الناس، والبعض بيشوفه طبيعي، لكن من غير الطبيعي تسرب المجارير داخل البيوت. من أول شتوى بلبنان الطرقات عم بتطوف لدرجة أنه السيارات عم تغرق والناس عم بتكون مهددة بالموت. تم تداول على السوشيال ميديا مشاهد لفيضانات تسربت البيوت، والسبب ما بيعود للأمطار بل للدولة المسؤولة عن هشاشة البنى التحتية وعدم معالجة الصرف الصحي. قضايا جديدة الأسبوع المقبل، تابعوها معي بماذا نيوز.